ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا جت معايا بالصدفة ان انا عندي عروسة جات لي عينيها من العيون الغائرة. يعني ايه عيون غائرة؟ يعني الجفن زي ما انتم شايفين داخل لجوه قوي. هي دي العيون الغائرة. التكنيك بتاعه سهل جدا، بسيط جدا. انا زي ما قلت العيون المبطنة، انا بعمل جفن، يعني بشكل تحديد الكات كريس بيعمل لي جفن. بالنسبة للعيون الغائرة انا ما بحددش خالص الجفن، لانه هو اوريدي هو متحدد لوحده. تمام. نظفنا زي ما انتم شايفين كده بالمأسيلر طبعا، وهي عاملة جلسات تنظيف ومظبطين الدنيا كلها. نظفنا بالمأسيلر، ودي اول خطوة لازم اعملها. رشة الفيكس سبراي، ودي مهمة جدا جدا. طب بتعمليها ليه؟ بترطب، بتثبت، بتعمل شغلانات كتير قوي قوي، بس هي مش مثبت. الفيكس سبراي، سوري، الفيكس سبراي مش مثبت، بس هو بيعمل كذا حاجة. تمام. هعزل بقى باقي البرودكت اللي جاي بالكريم المرطب بتاعي من كلينيك، واللي انا بعزه قوي قوي، بحبه جدا. وزعت الكريم المرطب. طبعا لو حضرتك لغايه دلوقتي لا عملتي لايك ولا عملتي شير ولا عملتي كومنت حلو يفرحني زي ما بفرحك، يلا يا ستي انزلي اعملي لايك حلو زي جمال قلبك، واعملي لي كومنت جميل. طبعا شايفين الجل الاخضر بتاعك، لان انا لا يمكن اعمل ميك اب من غيره. هتسالوني في بنات بتقولي طب هو ينفع للبشره الدهنيه والبشره الجافه والبشره مش ينفع؟ لكل البشرات يا بنات، ما تقلقوش خالص، اشتغلوا بيه على ضمانتي الشخصيه. انا مش شريكه في كريلان، بس انا فعلا بحترم الجل ده، يعني مش عايزه اقول لكم قد ايه. وزعته. طبعا شايفين بعد كل برودكت وبرودكت لازم استنى دقيقتين لغايه ما البشره تشربه. ده البرايمر بتاع الف. البرايمر ده زي السيليكون كده، وده مناسب جدا جدا للبشرة الدهنية والبشرة اللي فيها مسام واسعة. طبعا عروستي فيها عندها شوية مسام واسعين، فكله ده هيستخبى بعد ما نوزع البرايمر. خلصنا البرايمر. نسيت انا ما اكلمكم على موضوع اللايك والشير والاشتراك في القناة والحاجات الحلوة دي. يلا انجزوا بسرعة، روحوا اعملوا لي اللايك والشير علشان ترجعوا تكملوا معايا الفيديو القمر ده. حطيت الفاونديشن بتاع نارس، هتقولوا لي فاتح عليها قوي. استبروا، شوفوا الجمال والحلاوة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي حالا. وزعت بالشكل ده بالفرشة. انا دايما دايما، ودي مدرستي انا مش مدرسة حد، ماليش دعوة بحد، احب اوزع قوي قوي بالفرشة الاول، وبعد كده ابدأ اطبطب بالبيوتي بلندر. ولازم تبقى مبلولة. بيوتي بلندر بتشيل الزيادة، بتثبت الفاونديشن، بتعمل لي كذا خطوة. طبعا زي ما انتوا شايفين، بصوا كده على الفرشة، شايفين الخطوط بتاعت الفرشة؟ لازم تبقى موجودة. البيوتي بلندر بتضيع كل ده، وبتعمل لي كأني عملت سوفت لا مش سوفت، استنوا، كأني عملت ايديت للصورة او للبشرة. شايفين؟ بصوا، كل ما بطبطب كل ما بتديني نتيجة حلوة جدا. الطبطبة مهمة جدا يا بنات في ثبات الفاونديشن. كل ما تطبطبي اكتر كل ما تديلك ثبات اكتر. نكمل مع بعض الفيديو ونشوف الخطوة اللي بعدها. عملتي طبعا اللايك والشير والاشتراك في القناة، ده مهم جدا، وكلام حلو قوي اسمعه منكم يا حبايبي، ربنا يخليكم ويفرح قلوبكم. وكل اللي بتتمنى اي حاجة في حياتها ربنا يحققها لها، عشان انا ماما الحاجة يا ولاد، اكيد انتوا عارفين كده. يعني طبطبة طبطبة كتير جدا بالبيوتي بلندر، مهمة جدا جدا جدا. يعني مش خبطتين واجري، لازم اطبطب حلو. اكيد انتوا شايفين يعني في الجبهة لسه. طيب ماشي، شوفوا فرق الاضاءة يا بنات. نسيت الاضاءة عشان بس اقول لكم انه الاضاءة بتفرق معاكي في الشغل جدا.
ودي من الحاجات اللي انا دايما بقولها للبنات، يا بنات طول ما انت عندك اضاءة مدروسة شغلك يطلع صح. هتاخدوا بالكم دلوقتي حالا انا هطفي الاضاءة اللي في السقف، لانه دايما بقول يا بنات وانت بتصوري اوعي تصوري باضاءة في السقف، لازم الاضاءة تبقى مباشرة على العروسة، ما يبقاش فيه اضاءة فوق. خدوا بالكم كده من اللقطة دي عشان تفهموا فرق الاضاءة. ثانيتين كده بصوا شوفوا انا عملت ايه، انا طفيت الاضاءة اللي فوق لان هي كانت معكساني، وشغلت بس الاضاءة بتاعت الرينج لايت وبتاعت التسريحة اللي بشتغل عليها. شايفين تفاصيل الوش ظهرت افضل ازاي؟ طبعا انا كنت وزعت الكونتور والبلاشر الكريمي والكونسيلر، الكونتور من كيرولان، البلاشر الكريمي من روز بيري، الكونسيلر من تو فيسد، وطبعا التلاتة بعشقهم بعشقهم، مش عارفين يعني ايه بعشقهم. هبدأ اعمل تاب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هدمج الخطوط بتاعتي اللي انا حطيتها، وانتوا عارفين انه انا شخصية بكره الخطوط الصريحة، ما بحبش اشوف خطوط صريحة في شغلي. تمام تمام جدا كده، هوزع او اعمل تاب على الكونسيلر تحت العين طبعا زي ما حضراتكم شايفين. اللي عندها اي سؤال خاص بالميك اب تكتبه لي في الكومنتات وانا هرد عليها بمنتهى الامانة، زي طبعا ما انتوا اتعودتوا مني انه انا مش برد عليكم غير بمنتهى الامانة، ما عنديش مصلحة معاكم غير الامانة وبس. طبعا مهم جدا يا بنات قبل ما اثبت تحت العين اتأكد ان انا ما عنديش خطوطة، فبطلب من العميلة طبعا وهي نزلت عينها بس لحقتها بسرعة يعني، اثبت تحت العين وانا متأكدة ان انا ما عنديش خطوط تحت العين. تمام تمام جدا كده بتأكد، وبعد كده بثبت باللوس باودر. تمام جدا زي ما حضراتكم شايفين هبدأ اثبت شوف انا عمالة اقرب لكم. على فكرة لو خدتوا بالكم انه التصوير مختلف شوية المرة دي، لان انا حاولت قد ما اقدر ان انا اقرب لكم الكاميرا على قد ما اقدر علشان تستفيدوا. طبعا بمشي كده بالبيوتي بلندر بتاعتي اتاكد ان كل خطوطي مش صريحة مدموجة حلو، وهبدأ اثبت باللوس باودر. اللوس باودر بتاعتي الشفافة بتاعت كيرولان طبعا انا اتكلمت فيها كتير قوي 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 قوي، انا بعز اي لوس باودر شفافة. هتقولوا لي طبعا ليه؟ هقول لكم علشان بتحتفظ بالواني اللي انا عملتها ما بتتحركش. تمام جدا هثبت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام تمام بثبت بالشكل اللي انا بحب اثبت بالفرشه، كل شيخ زي ما بيقولوا له طريقته او كل حد له مدرسته، انا بحب جدا جدا اثبت بالفرشه، بحس انه تثبيت الفرشه اقوى بكتير جدا من تثبيت السبونشة العاديه. شفتوا بقى بعد التثبيت البشره حصل فيها ايه؟ كانه عملت ايديت. شايفين شايفين نظافه البشره؟ اكيد شفتوا من بداية لغاية دلوقتي، واستنوا بقى شوفوا باقي التركات. شايفين جفنها؟ سوري انا اسفة على راسي اللي دخلت جوه الكاميرا، بعتذر جدا حقكم عليا، وبعدين دي راسي الكبيرة يعني اللي وصل معايا للحتة دي اكتب لي راسي الكبيرة تطمن هي على مستقبلها ان كل حاجة تمام. قلتلها كل حاجة تمام. هنبدأ بعد كده يا بنات نجيب الواكس بتاع الحواجب،
طبعا انا قلت لكم كتير في الوكس، واشتغلنا بحاجات كتير، حتى الصابونة الجليسرين اشتغلنا بيها، يعني مدياكوا كل اختيارات. عارفين الصابون ده الوكس بتاع حديد، انا مش عارفة في الكاميرا بيطلع، مش عارفة انه يعني، المهم انا وريته لكم. طبعا الصابونة بتاعة الجليسرين دي تقريبا دلوقتي ممكن تكون 20 جنيه، لغاية كذا حاجة يعني، برضو هعملها لكم. بصوا هطلعها لكم ريفيو مخصوص على كل البرودكت بتاع الشمع او الواكس بتاع الحواجب اللي اشتغلت بيه، اقول لكم عيب كل واحدة ومميزات كل واحدة. طبعا هي حواجبها اصلا رفيعة جدا جدا، فانا حبيت ارفعهم كده على فوق، من الاخر انكشهم، مش ارفعهم، انكشهم، لان انا عايزة اعمل فوليوم فيهم. سرحت بالفرشة بتاعتي وطبطبت وهبدأ أنضف تحت الحاجب. طب بتنضفي بإيه؟ عندك يا ست البنات كونسيلر رخيص نضفي بيه، عندك أي فاونديشن رخيص نضفي بيه، عندك أي حاجة ليكويد نضفي بيها تحت العين. طيب اللي بيقول لي طب الكونسيلر لو فتح قوي، انتوا خدتوا بالكم ان انا ما حطيتش كوريكتور خالص، لانه دايما في بنات بتقول لي انا دايما بعمل كوريكتور والفاونديشن بتاعي بيبقى لونه اورنج. اديكوا شفتوا انا مش حاطه كوريكتور خالص، هي طبعا تحت حواجبها غامق قوي، بس انتوا زي ما انتوا شايفين كده ما حصلش اي حاجه، لان انا جايبه درجه الى حد كبير مناسبه للون بشرتها، ما غيرش، ما بقاش رمادي ولا بقى ازرق ولا اي حاجه. طبعا لو غامق قوي قوي يعني البشرات الصبراء قوي دي، حطينا حاجه فاتحه لازم يقلب معاكي يا بازرق يا برمادي. شايفين انا عملت ايه؟ نظفت وطبطبت بالبيوتي بلندر بتاعتي، تمام، وهبدا دلوقتي اشتغل الشادو. خدتوا بالكم ان انا ليا فتره كبيره قوي تقريبا بطلت اثبت الكونسيلر. ليه بقى؟ لانه لما الكونسيلر بتثبتيه بالشادو بيطلع اقوى بكتير قوي من انك تثبتي بلوس باودر وبعدين تشتغلي شادو. فالفكره عظيمه، بس لو مبتدئه ومش هتقدري تعملي ده ما تعملهوش. فكره بقى العيون الغائره يا بنات، ايه شايفين انا بشتغل وبلعب في الحته اهو، الحته اللي ورا دي خالص هسحب على قدام بس على خفيف قوي. انا عايزه احتفظ باللون الفاتح، يعني انا مش عايزه اقفل الجزء ده عشان هي اوريدي عينها اوريدي غائره. هتشوفوا دلوقتي هعمل ايه. شايفين الكسره بتاعت، من كتر ما هي عينها غائره جدا لجوه، فالكسره يعني الشادو انا مش عايزه ادخل بيه جوه قوي. هتلاقوني انضف تاني وارجع افتح الجزء ده زي ما حضراتكم شايفين، تمام. شايفين انا عم بحاول بقى ايه املى الكسره دي، لان انا هرجع تاني انضفها بالفاتح عشان انا عايزه الجزء ده يبقى فاتح اصلا ما يبقاش غامق زي ما حضراتكم شايفين. جبت تاني الكونسيلر او الاي شادو او اي حاجه اللي احنا اشتغلنا بيها، وبرجع افتح كل الجزء ده. انا مش عايزه غير الجزء اللي ورا بس هو اللي يبقى غامق. طب ليه؟ علشان انا مش عايزه اعمل كسره في العين، تمام. ده لوك للعيون الغائره، العيون الغائره اللي هي داخله على جوه خالص، واوريدي العين نفسها مش محتاج ان انا اعمل لها كات كريس او اي حاجه، تمام. انا عملت ايه؟ جبت اللون شيمر فاتح خالص وحطيته على بدايه العين، تمام تمام جدا، قمر قوي قوي قوي. يا رب يكون اللوك عجبكم، التصوير عجبكم، القرب. طبعا انا بحدد بالشكل ده برضو على فكره، ده كونسيلر حاجه يا بنات خفيفه قوي قوي، لان انا غلط انه انا احط حاجه ليكويد على حاجه باودر، بس بحط حاجه خفيفه جدا عشان ما تكلكعش معايا، وبرجع اثبت تاني
بكومباكت باودر، بلوس باودر، زي ما انت عايزه، بس حددت شكل العين بشكل حلو قوي. زي ما انت شايفين هبدا احط الايلاينر بتاع سوري الرموش بتاعتي. بحط الجلو على حرف الرموش، بستنى تقريبا نص دقيقه، ما هفش فيهم، لا احرك ايدي كده، وفي ثواني في ثواني بسيطه. انا طبعا ما حطيتش ايلاينر لو واخدين بالكم، وهقول لكم ليه. شايفين في ثواني الرموش اتلزقت. الناس اللي بتقول الرموش صعبة، لا الرموش مش صعبة، استني بس عليهم نص دقيقة لغاية ما الجلو يتشمع. هبدأ دلوقتي اعمل الحواجب، هتلاقوني ما فصلتش الفيديو ولا ثانية، والحواجب هتتعمل حقيقي في ثواني زي ما حضراتكم هتشوفوا. انا ما فصلتش الفيديو خالص. ليه دلوقتي بعمل لكم عين واحدة؟ علشان لما بنخلص العين يا بنات حقيقي انتوا بتشوفوا كأن دي شخصية ودي شخصية تانية خالص. شكل العين بيودي الشخصية نفسها في حتة تانية خالص. زي ما انتوا شايفين بسرح. انا بشتغل برضو بالجل بتاع، مش الجل، الباودر بتاع كيرولان. طبعا التثبيت بتاعي بيبقى بايه؟ بيبقى بالفيكس سبراي بتاع اوفرا. ممكن لو ما عندكيش فيكس سبراي تثبتي بالميه، بس طبعا بيديله ثبات اقوى من الميه. شايفين انا بعمل ايه؟ بدي خطوط 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 كده، بحيث ان انا يبان انه ده شعر طبيعي. شايفين يا بنويت؟ تمام جدا. قمر لو عجبكم اللوك، عجبكم التصوير، كل واحدة فيكم تكتب لي عجبها اللوك، عجبها التصوير، عجبها الإضاءة، ايه اللي عجبكم أكتر حاجة في الفيديو ده، علشان أستفيد منكم بآرائكم وبمقترحاتكم معايا. تمام. شايفين أنا بعمل ايه؟ بسرح وبرفع شوية الشعر اللي موجودين في الحاجب، برفعهم على فوق عشان يبان انه ده شعر شكله طبيعي. تمام. تمام جدا. تمام جدا جدا يا بنويت. تقريبا كده خلصنا الحواجب. عدوا كام ثانية او دقيقة حواجبنا خلصت. شايفين جمالهم؟ هبدأ اعمل ايه دلوقتي يا بنويت؟ جبت كونسيلر على الفرشة الفلات دي بتاعتي القمر دي، بحبها قوي الفرشة دي، وعلى خط الرموش تحت. شايفين انا عملت ايه؟ عملت خط رفيع جدا ببواقي كونسيلر مش بكونسيلر. تمام. هعمل ايه بعد كده؟ هروح جايبه لون شمر فاتح تقريبا نفس الدرجه اللي فوق، واروح حطها فوق الكونسيلر. ثبت ونورت، ثبت الكونسيلر ونورت الجزء اللي تحت العين. هسكت؟ لا طبعا مش هسكت. خلصت؟ بس مش هسكت. تمام جدا. هعمل ايه يا حبايبي بعد كده؟ تعالى اقول لكم هنعمل ايه. ده الايلاينر بتاع فلورومار. هسحب خط واحد بس من فوق، هسحبه على تحت. خلاص خلاص، شفتوا كده سهله ازاي؟ خط واحد سحبته ونزلته. شايفين خلصنا؟ لا طبعا. الخطوه اللي بعدها ايه؟ جبت نفس لون الشادو اللي فوق، رشيت عليه رشه فيكس سبراي. ليه بقى الرشه دي؟ الرشه دي هتثبت، وتاني حاجة مش هتعمل لي فول او تحت العين. طيب خدتوا بالكو انه الايشادو ده قفلته في اخر العين، ولكن في بداية العين خليته تحت الجزء اللي انا فتحت بيه الجزء. بيعمل ايه ده؟ بيديني اضاءة للعين، او بيديني مساحة حلوة جدا جدا للعين زي ما حضراتكم شايفين. تمام. شايفين جمال العين؟ تمام جدا.
هنسكت؟ لا مش هنسكت، هنيجي نكحل نص العين، نص العين الفتحة شايفين لغاية نهاية الجزء اللي انا فتحته، بس هكحله وهسيب اللي ورا مفتوح. هيعمل ايه ده؟ هيديني مساحة اوسع للعين. شايفين جمال العين؟ مش انا اللي بتكلم، الصورة اللي بتتكلم والفيديو بتاعي اللي بيتكلم بيقول على جمال العين. تمام تمام يا بنوي. نعمل ايه بعد كده يا حبايبي؟ هنرسم الايلاينر. ايه الايلاينر؟ هنرسمه تقريبا في نهاية العين، مش محتاجاه من بدايتها. كل الفكرة ان انا بسحب خط بس في نهاية العين بالايلاينر بتاع محمود سعيد. انا لما بتكلم بتكلم بصوت عالي شوية عشان انا ببقى متحمسة جدا للي انا بعمله، وده سر نجاح اي حد، التحمس او الاخلاص في العمل بيديك نتيجة عظيمة كده حبايبي. بعد ما خلصت تقريبا لوك العين، بقول لكم بصوا على الفرق بين العين دي والعين دي. كده خلصنا العينتين الاتنين، هبدأ احط البلاشر بتاعي زي ما خدتوا بالكم. بروح اجيب احط على الخدود والبواقي اللي في الفرشة، بمشي بيه على كل كامل الوجه. طب بتعملي كده ليه؟ عشان يبقى في ماتشنج بين الوجه كله، ما يبقاش في حتة فيها لون قوي وفي حتة ما فيش اصلا. زي ما حضراتكم شايفين وزعت بالشكل ده، تمام جدا ما شاء الله عليها زي القمر، وفعلا كانت طالعه زي القمر. هبدأ دلوقتي احط الهايليتر، ودي الفقرة المحببة الى قلبي جدا جدا جدا، بحب الفقرة دي قوي. بوزع اماكن الاضاءة في الاماكن اللي انا حفظتها لكم وقلت لكم عليها كتير قوي، طبعا عشان هي انفها الى حد كبير مش طويلة بس مقبولة جدا. فحطيت نقطة في نهاية الانف ونقطة في منتصف الانف. تمام تمام جدا. هعمل ايه بعد ما عملت كده؟ اجيب فرشتي اللطيفة اللذيذة الجميلة دي اللي شقيانة معايا في كل الحاجات، وبمشي عليها عشان مش عايزة تبقى عندي ستامبة او طبعة، لا انا عايزاها تبقى بتبرق في الضلمة من غير طبعات. كده بعد ما خلصنا اللوك بتاعنا وحطينا الروج بتاعنا، يا رب يكون اللوك عجبكم، الاضاءة عجبتكم، التصوير عجبكم. اشوفكم دايما على خير كل الدنيا، وتعالوا شوفوها معايا بعد ما خلصنا الفورمة وخلصنا الميك اب، يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم دايما على خير، ما تنسوش اللايكات والشير والكلام الحلو اللي بحب اسمعه. باي باي يا احلى بنات في الكون، بحبكم جدا جدا جدا، وباي باي يا حبايبي.